ازيكم يا صحابي يا حلوين، انا زعلانة منكم جدا 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 عشان بتشوفوا علامة اللايك وما بتدوسوهاش. يلا ما تزعلونيش بقى واضغطوا اللايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد، عشان تشوفوني بقى. بحبكم جدا 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 يا بنات يا بنات. ايه يا ماما؟ انا جيت من السوق دلوقتي وجبت معايا موز، اقطع لكم؟ اه يا ماما، اه يا مامتي، اه طيب ثواني بس اطلع الاوضه اغير هدومي وارجع لكم. حاضر يا مامتي، حاضر يا ماما. لولا يا لولا، ايه يا ديدي مالك؟ ايه يا ديدي؟ انا هروح المطبخ اشوف الموزة اللي ماما قالت عليها دي، واستناها في المطبخ لحد ما تيجي. طب ما هي قالت هتيجي تقطعها هي لينا. انا هروح استناها. بس ما انا هروح استناها في المطبخ، قولي لها كده. الله، الموزة الحلوة دي، الموزة دي شكلها جميلة اوي اوي اوي. الله، دي الموزة شكلها كبيرة اوي. يلا استعدي بقى عشان ماما تيجي تقطعك وانا اكلك هم 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 كل كده. ممكن اسيب لاختي حته صغننه قوي. يلا يا ماما بقى. ايه الصوت ده بقى يا ربي؟ انا الموزه. ايه ده، هو في موز بيتكلم؟ انا بتكلم، انا زيكم بس للأسف حصل معايا موقف محرج. ازاي يعني زينا؟ ما انت اهو موزة حلوة اهي. صدقيني زي ما بقولك انا اتحولت. طب استني بقى اشوف ماما تيجي تشوف الكلام ده ايه. انا ما اعرفش اتصرف، اصبري بقى اندهلك. ماما يا ماما يا ماما يا مامتي. ايه يا ديدي، ايه في ايه؟ ايه يا ديدي؟ ماما 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 في ايه؟ يا ماما تعالي لحقيني، شوفي الموزة بتتكلم. ازاي يا بنتي يعني موزة بتتكلم؟ صدقيني يا ماما، اهي بتكلمني، كانت بتكلمني من شوية. كلميها كده هي هترد عليكي. هي فعلا وقفت كده ازاي لوحدها؟ يا مدام، انا فعلا بتكلم. يا لهوي يا لهوي علينا، ازاي يعني بتتكلمي؟ انا مش فاهمة اي حاجة. شفتي يا ماما، شفتي انتي ظلماني ازاي؟ فكلاني بكدب عليكي، انا ما بكذبش اهو. اسكتي يا ديدي، اسكتي دلوقتي، خلينا نشوف الحوار ده ايه. ايه انت ازاي مش موزة وازاي موزة بتتكلم؟ صدقيني يا ست هاني، انا حصل معايا موقف مش كويس قوي. انا حماتي للاسف ما بتحبنيش، وانا اتخانقت معاها فهي قعدت تدعي عليا لحد ما اتسخطت موزة زي ما انت شايفة اهو. طب احنا نعمل ايه دلوقتي يعني؟ احنا في ايدينا ايه؟ انا بس عاوزة حد يروح للبيت عند جوزي، هو هيعرف يتصرف يجيب حماتي وهي تسامحني عشان ارجع تاني زي ما كنت زيكو كده. انت متأكدة من اللي انت بتقوليه ده؟ صدقيني زي ما بقولك كده.
طب ثواني، انا هكلم جوزي هو يجي ياخد منك العنوان عشان يعرف يتصرف. شكرا ليك. كمال، يا كمال، يا كمال تعالى. ايه في ايه؟ في ايه يا عزة؟ تعالى الحقني يا كمال، شوف الموزة بتتكلم. ازاي يعني الموزة بتتكلم يا عزة؟ صدقني زي ما بقولك، انا بنتك كانت بتقولي بس انا ما كنتش مصدقاها لحد ما جيت واتكلمت معاها. اه يا فندم، انا بتكلم، انا مش موزة، انا اتسخطت موزة. هي بتقول انه هي دي حماتها دعت عليها وهي السبب في انه هي تبقى كده. احنا لازم نشوف جوزها وهو يجيب حماتها وتصالحهم على بعض بقى عشان هي ممكن ترجع تاني. ده بجد الكلام ده يا عزة؟ اه صدقني زي ما بقولك، احنا نشوف نعمل اللي علينا ونشوف هيحصل ايه. خلاص ماشي، اديني العنوان وانا هروح اجيب جوزك ده وحماتك. الله يخليك، الله يخليك، انا هديهولك دلوقتي اهو. انا جيت اهو يا عزة، انا فعلا رحت العنوان ولقيت استاذ احمد وهو حكالي نفس الحكاية دي، قال مراته زينب حصل معاها كده. اه فعلا يا فندم، انا اسمي زينب. هو جه؟ اه هو جه بره. اتفضل يا استاذ احمد. زينب، زينب، انت عاملة ايه؟ اهو زي ما انت شايف، اتسخطت موزة بسبب دعاوي امك. ماشي يا زينب، ما تخافيش، انا دلوقتي هجيبها وهي تدعي لربنا ان انت ترجعي زي ما كنتي. اه بسرعة ارجوك، انا نفسي ارجع زي ما كنت، واوعدها ان انا مش هعمل حاجة تزعلها تاني. خلاص يا حبيبتي، انا دلوقتي هروح لها واجيبها، ما تخافيش، ثواني واجيلك. سامحيني يا حماتي، والله ما عدتش هزعقلك تاني ولا حتى اكسر كلامك، بس ارجوك كده ربنا ان انا ارجع كويسة زي ما كنت. خلاص يا حبيبتي، طالما عرفت غلطك ومش هتغلطي تاني، يا رب انا سامحتها، هي اعتذرت لي ومش هتعمل كده تاني، سامحها يا رب ورجعها زي ما كانت. اخيرا يا ربي، اخيرا رجعت. الحمد لله يا زينب، اهو انت رجعتي، الحمد لله، نشكر ربنا والفضل للناس دول ساعدونا كتير. ايوه فعلا، شكرا يا استاذ كمال، شكرا يا مدام عزة، وانت يا فسفوسة يا صغننة، شكرا على اللي انت عملتيه معايا. انا مش عارفة لو كان حد غيركو كنت هعمل ايه. لا يا ستي، ما حصلش حاجة، المهم الموضوع اتحل على خير. شكرا ليك يا استاذ كمال. العفو يا استاذ احمد، ما فيش حاجة خالص. شفتي يا ست لولا، شفتي يا استاذ بيبو، ده انتوا فاتكوا النهارده احلى اكشن في البيت. ليه؟ ايه اللي حصل يعني؟ ايوه فعلا، ايه اللي حصل؟ انا كنت فين يا ديدي؟ انت كنت بتحضري في التلفزيون ومش سامعه حاجه. النهارده رجعنا موزه اتقلبت، كانت زينا واتقلبت موزه، بس بابا رجعها وساعدناها كلنا اهو. اه يا حبيبتي، ده الصح اللي يتعمل، اي حد لو في ايديه حاجه يعرف يصلحها ما يقصرش ابدا، يساعد كل اللي حواليه. باي.